بسم الله الرحمن الرحيم. تمت اليوم مباشرتي من موقع عدنا في مديرية بلدية بلد، وذلك لتقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين وإجراء حملة موسعة ومركزة لرفع النفايات وتنظيف المدينة، وبإسناد الدوائر الموجودة في القضاء كلا من دائرة الماء والمجاري والكهرباء وبقية الدوائر بتوفير الآليات اللازمة لدعم بلدية بلد مع توفير أيادي عاملة بواقع 20 عامل إضافة إلى عدد العمال السابقين، وذلك لتقديم أفضل الخدمات إلى المواطن البلداوي. ومن الله الموفق. المهندس عامر عبد الهادي مرهون، قائم مقام قضاء بلد.